النهارده طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي غادر العاصمه الصينيه بكين وتوجه الى اوزباكستان في ثالث واخر محطات جولته الخارجيه اللي بداها بزياره مملكه البحرين. الرئيس غادر الصين بعد انتهاء زيارته ومشاركته في منتدى الصين افريقيا، والقى امام المنتدى كلمه اكد فيها اهتمام مصر دوما بتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الناميه. واعلن كمان الرئيس خلال كلمته عن الحضور ان مصر بتقدم المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس للعالم كمركز لوجستي واقتصادي يسهم بفاعليه في تطوير حركه الملاحه الدوليه. زيارة الرئيس الحقيقة إلى الصين كانت من الزيارات المهمة جدا، وتم خلالها توقيع اتفاقيات وعقود مع عدد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات في مصر بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 18.3 مليار دولار. الاتفاقيات دي والاستثمارات دي مجالات عدة، منها الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية وغيرها من الاتفاقيات في أكثر من مجال الحقيقة. خلينا نعرف تفاصيل ما تم توقيعه من اتفاقيات، وبشكل خاص أنا عندي يعني الحقيقة اتفاقيات تم توقيعها في مشروعات الكهرباء زي ما قلنا، بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات تم توقيعها بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة. أيضا هناك اتفاقيات تبادل تجاري، يعني الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من الاتفاقيات اللي تم توقيعها، رقم كبير جدا. الاستثمارات بلغت 18 زي ما قلنا فاصل 3 مليار دولار، نفع كبير جدا عائد على مصر، وأيضا الحقيقة من خلال المتابعة أيضا على كل دول إفريقيا بشكل عام. يعني قمة الصين إفريقيا دي قمة مهمة جدا، ما تم طرحه وما تم مناقشته وما تم استعراضه، وأيضا اتفاقيات التبادل الاقتصادي والتعاون التجاري بشكل عام في هذه القمة ستعود بالنفع على كل القارة، زي ما بيقولوا الكل كسبان أو الكل ربحان من جراء هذه القمة وما تم عقده فيها من اتفاقيات. طيب خلينا نعرف تفاصيل بشكل يعني أكثر دقة عن مشروعات الكهرباء تحديدا.